كريمة في البلد. بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكلنا شفنا على أرض الواقع الجهود العظيمة اللي عملها التحالف الوطني، سواء بقى فيما يتعلق بالمبادرات التنموية أو توزيع حوالي 4 مليون كرتونة في رمضان اللي فات، وبكل تأكيد حملة كتف اللي كانت في استاد القاهرة منه. طبعا ده غير الدور الخدمي والمساعدات اللي بتقدمها مؤسسات التحالف الوطني، سواء بقى فيما يتعلق بالقوافل الطبية، مساعدة الغارمات، توفير تمويلات لمشروعات صغيرة للمرأة المعيلة، مشروعات كتير جدا. خلينا نتكلم أكتر عنها بالتفاصيل. نرحب في فقرتنا النهاردة بمصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، صباح الخير عليكم. أهلا وسهلا. طيب خلينا نتكلم كده بداية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهمية القانون ده إيه في إن هو يدعم التحالف الوطني عشان يقدر يكمل مهمته في الفترة القادمة؟ في الحقيقة يمكن ده كان إنجاز تاريخي للمجتمع المدني والعمل الأهلي في مصر، إن بقى في كيان تحت رعاية وعناية السيد الرئيس بشكل مباشر. القانون بيضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء وتنسيق هذه الجهود ما بينها وبين بعضها في 34 كيان المؤسسين داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. يمكن شفنا ده على الأرض الواقع في العام ونصف الماضيين لما بدأنا نشتغل، يمكن كان بشكل أو مبادرة من الأعضاء التحالف بيتجمعوا عشان ينسقوا جهودهم عشان ما يكونش في تكرار أو ازدواجية في الخدمة المقدمة، سواء في داخل القرية الواحدة أو حتى المحافظة الواحدة يكون كل الجامعات بتشتغل فيها، وفي محافظات أخرى أو قرى أكثر احتياجاً ما بيصلهاش هذا الدعم وهذه الخدمات. فتوحيد قواعد البيانات اللي حصلت داخل التحالف، نحن النهاردة قادرين نجمع كل بيانات المستفيدين داخل إطار واحد، قادرين نقول ده مكرر بنسبة كام في المية، قادرين نوجه استراتيجية واضحة مع استراتيجية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فده الحقيقة بيعمل إطار قانوني وبشكل منظم، بيدي كمان امتيازات كبيرة جدا. لو يمكن اطلعنا على بنود الخاصة بالقانون اللي يمكن خرج بالأمس بعد تصديق السيد الرئيس، وده كان يمكن شيء احنا منتظرينه بعد موافقة مجلس النواب، فده هيدينا إن شاء الله أطر قانونية نتحرك بيها بشكل أكبر، يضم كيانات وأعضاء من منظمات المجتمع المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية، يبدأوا يقدموا على الانضمام للتحالف الوطني العمل الأهلي التنموي. هينضم أيضا كيانات أخرى غير الجامعات الأهلية، يعني هناك مستشفيات جامعية بتقدم خدمات بالمجان أيضا زي مستشفى 500 ومعهد الأورام القومي، ودول يمكن أعضاء معنا الآن. لكن هنقول على سبيل المثال أن هناك كيانات أخرى خلاف الجامعات الأهلية بالضبط. فده يمكن الشيء الأهم بالنسبة لنا الفترة القادمة، أن بقى لدينا إطار قانوني بنشتغل من خلاله، لقينا جهة اعتبارية تقدر تخاطب كل أجهزة الدولة والأجهزة البحثية ومن لديهم معلومات يقدروا يمدونا بيها عشان يكون عندنا تحسين لجودة حياة المواطن بشكل أفضل في الفترات القادمة بإذن الله. طيب من ضمن مواد القانون هيكون في استقلالية لهذا التحالف. صحيح. استقلالية. صحيح. فنية ومالية وإدارية، ده معناه إيه؟ هيكون هناك مجلس أمناء بيدير التحالف الوطني، في جمعية عامة للتحالف، ده بتضم كل الأعضاء الكيانات المؤسسة للتحالف الوطني، بينبثق منه مجلس أمناء، رئيس مجلس أمناء ونائب رئيس مجلس أمناء وأمين صندوق ولجنة تنفيذية أو إدارة تنفيذية، بينتخب 2 من الأعضاء التحالف بخلاف رئيس مجلس أمناء ونائب رئيس مجلس أمناء وأمين الصندوق، ودول الحقيقة هم المعنيين أو منوطين بإدارة كل الخطط اللي تم وضعها من الجمعية العامة للتحالف الوطن العمل الأهلي التنموي، وبيتم كل 4 سنين سواء تجديد الثقة في مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية أو إعادة انتخاب أعضاء. طب إزاي بيتم اختيارهم من الأساس؟ الحقيقة هو هيبقى في الأغلب بيتم أنه أكبر الأعضاء سنا، ده بيرشح في الفترة الأولى، ثم بعد كده بيتم الاتفاق ما بين أعضاء التحالف على اختيار لجنة تنفيذية هتكون يمكن شبه متفرغة لإدارة هذا الكيان الضخم اللي بيضم المليارات من التبرعات حسب أعضاء التحالف الموجودين حاليا أو اللي سوف يتم الانضمام ليهم الفترة القادمة. وبالتالي إدارة كيان زي التحالف إدارة
محتاجة وقت كبير جدا، محتاجة عملية تنظيمية، لأن أنت حضرتك عندك تملك 250 ألف متطوع على الأرض، تملك مئات المقرات من مقرات الجامعات الأهلية للأعضاء داخل التحالف، لدينا خطط تنموية منتشرة على مستوى الجمهورية مستهدفينها في خلال الأربع أو خمس أعوام القادمين، فده محتاج الحقيقة جيش من المتطوعين والموظفين أيضا داخل الجامعات الأهلية. خلينا نبرز حاجات حصلت بالفعل على الأرض. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح مع مبادرة حياة كريمة أنه يوسع مظلة الحماية الاجتماعية ويركز على تلبية احتياجات الناس، وكمان قدر يوصل لمناطق محرومة ونائية من الخدمات وما كانش فيها رعاية لازمة. خلينا نتابع ونشوف التقرير. المبادرات المختلفة الحياة كريمة والتحالف الوطني بتتلاقى مع رؤى القيادة السياسية للقضاء على العوز والجوع وتوسيع التمكين الاقتصادي مع الانتصار للمرأة وحقوقها. امبارح الجريدة الرسمية نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تضمن المشروع أن يكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، وكمان يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ده غير أنه يجوز له إنشاء فروع في المحافظات أو فروع خارج الجمهورية بموافقة رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الأمناء. القرار الصادر ده جه بعد نجاح مبادرة إبدأ والتحالف في مساعدة ناس كتيرة من أهالينا في كافة المناطق والمحافظات والأعمال الخيرية عشان يطوروا المشروعات والإسهام بإيجابية في تغيير حياة المستفيدين. ولو جينا ندور على جهود مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني في الأعمال الخيرية هنلاقي الجهود دي متعددة في أركانها وأهدافها، وده علشان تعزز من توفير غطاء آمن للفئات الأكثر احتياجاً ومساندتهم لتجاوز التحديات الراهنة. الأعمال الخيرية والمساعدات دي دايماً بتكون ناجحة وبيكون في إشادات كبيرة جداً من المجتمع المصري بكل طوائفه بنتائج هذه المبادرات وبالتنسيق بين حياة كريمة وبين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف الاستفادة مما تملكه مؤسسات المجتمع المدني بكوادر من المتطوعين تستطيع تقديم الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة بسرعة وفاعلية. هنلاقي كمان في اهتمام كبير جداً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة تطورات المشروع وتوجيهه بوصول المساعدات لمستحقيها، وده بيحمل دلالات إيجابية حول حرصه على تغيير حياة المصريين للأفضل ومد بوصلة البناء والتعمير للمناطق المحرومة والنائية. حياة كريمة والتحالف عندهم أولوية للقوافل الطبية اللي بتعتبر بتمثل أحد الآليات المهمة لتوفير تطلعات أهالي الريف في الحصول على خدمة صحية مناسبة. طبعا ما فيش شك انه شباب حياة كريمة موجودين على الأرض في كل محافظات الجمهورية وعندهم قاعدة بيانات ممتازة فيها كل التفاصيل وفيها الأسر الأولى بالرعاية. كمان عندنا التحالف والآخر عنده قاعدة بيانات محترمة. هدف هذا الأمر أنه بالفعل يصل الدعم لمستحقيه، لكن آلية التواصل ما بين الجهتين ده اللي محتاجين نعرفه منك يا أستاذ مصطفى. خليني أقول لحضرتك يمكن تقرير وضح الأهمية في التشارك والتكامل بدل فكرة التنافس. المجتمع المدني كان دور رئيسي من أدوار التحالف الوطني للعمل الأهلي اللي يكون في تكامل ما بين قواعد البيانات. احنا النهارده عندنا لدينا داخل التحالف قواعد بيانات ل 37 مليون مستفيد، وده رقم ضخم جدا، كان مشتت، كان متفرق على كافه الجامعات سواء الجامعات المركزيه او الجامعات القاعديه. لدينا في مصر يمكن اكثر من 55 ألف جامعيه. لما نيجي النهارده نتكلم على الجامعات الرئيسيه او المركزيه داخل القاهره الكبرى اللي لها فروع في كل المحافظات، قادرين نحدد قد ايه الخدمه الطبيه المقدمه من هذه الجامعات. ما يقرب من 30% من الخدمة الطبية اللي بتقدم بالمجان بتقدم من مستشفيات أو مراكز أو قوافل اللي تتبع التحالف الوطني بأعضائه بالشكل كامل. لدينا 5 مليون مستفيد بشكل شهري من المواد الغذائية من داخل أعضاء التحالف. بنتكلم على أكثر من 20 مليون مواطن كانوا بيستفيدوا بشكل مباشر من كراتين المواد الغذائية اللي كان بيتم تنفيذها سواء في شهر رمضان أو بعد الشهر الكريم.
النهاردة بنستهدف بشكل مباشر أكثر من 370 ألف فرصة عمل، مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وريادة أعمال، سواء في التدريب أو التمكين الاقتصادي. كل هذه الخدمات لن تقدم إلا بدور من التكامل والتشارك ووجود المتطوعين اللي موجودين سواء مؤسسة حياة كريمة أو من صناع الخير أو من كل الأعضاء اللي داخل التحالف الوطني العمل الأهلي. دور المتطوعين كمان بقى بيضيف قيمة مضافة داخل التحالف الوطني باقتراح بعض المشروعات الشبابية الجديدة، خاصة مشروعات ريادة الأعمال. مشروعات ريادة الأعمال الحقيقة بتفيد كثير من هذه المشروعات على الأرض في تطبيقها بتكنولوجيا مختلفة أو متطورة، إبداع وابتكار في هذه الخدمات بتقدم. شفنا الحقيقة في لقاءات السيد الرئيس في زياراته القرى حياة كريمة وافتتاحها قد إيه الحشد اللي كان بيحصل من المتطوعين وتنظيم هذه اللقاءات، مشاركة كتف في كتف في استاد القاهرة كان كله تنظيم الشباب المتطوعين داخل التحالف الوطني العمل الاهلي. خلينا نشوف المتطوعين بيقولوا ايه وناخد طبعا. واحد المتطوعين محمود الحجر، متطوع عمل خيري في محافظه الفيوم. صباح الخير عليك يا محمود، اهلا وسهلا. صباح الخير على حضرتك يا فندم. اهلا بيك محمود. عايز اعرف طبيعه شغلكم في التطوع للعمل الخيري ايه، يعني ايه الدور اللي بتقوم بيه انت وكل واحد موجود معاك في العمل التطوعي اللي بتقوم بيه؟ يمكن احنا في خلال شغلنا في التحالف الوطني ومؤسسه صناع الخير عضو التحالف الوطني، احنا بننزل بقوافل طبيه في القرى الاكثر احتياجا في المحافظات، بنشتغل قوافل طبيه، بنشتغل قوافل مساعدات مواد غذائيه، بنشتغل في تمكين اقتصادي مراكز، بننزل في بعض القرى يعني يمكن بننزل نرصد احتياجات القرى الاكثر احتياجا دي، بعض الاماكن اللي محتاجه وصلات ميه وبعض المنازل اللي بتبقى محتاجه لرفع كفاءه وفرش واجهزه كهربائيه، بالاضافه ان احنا يمكن مش بنشتغل يعني مش بنوصل ميه او بنرفع كفاءه منزل وبنمشي، لا احنا يعني بنتشارك مع سكان القريه وهي المنطقه ايه الحاجه اللي نقدر نساعدهم فيها، يعني مش هفضل انا ادي مساعدات سواء ماديه او ماليه، لا انا عايز اساعدك ويبقى في استدامه وفي تنميه. في بعض القرى بيبقى عندهم بعض الحرف محتاجه بس الايه يعني محتاج ادعمه فيها وانميها، يعني نزلنا في بعض القرى في الفيوم قريه دار السلام احدى قرى مركز يوسف الصديق، لقينا ان القريه الاهالي كان عندهم زي يعني حرفه السجاد اليدوي، ومع قله الدعم وقله الاهتمام يعني وقفت شويه. قعدنا مع الاهالي ولقينا ان عندهم فكره محترمه وهي مشروع زي مصنع سجاد يدوي، دعمناهم في الفكره وجبنا لهم مدربين واديناهم حافز ان هم يحضروا تدريب للسيدات وكده. كويس جدا. بعد ما كان ما فيش يعني عندهم دخل اصبحوا لا بقت هي صاحبه يعني عندها حرفه بتشتغل وهي في القريه ما بتخرجش بره القريه بتاعتها وبقى عندها دخل. عظيم. محمود انت اصلا من الفيوم؟ من الفيوم يا فندم. جميل جدا، يعني عارف كل المراكز والقرى والنجوع وفاهم كويس قوي احتياجات المناطق دي، اعتقد ده سهل طبعاً. عليك يعني مش لسه طبعاً داخل طبعاً. المحافظه وعايز تتعرف على المشاكل اللي فيه. طبعا. طيب. لا ومن خلال برضه شغلنا في مؤسسه صناع الخير عضو التحالف الوطني اشتغلنا في محافظات عديده يعني وابرزها المحافظات الحدوديه يعني. فبقى عندك خبره كمان. زي البحر الاحمر، حلايب وسلاتين، شمال وجنوب سيناء. طيب الوادي الجديد. كويس جدا. ايه اللي خلاك اصلا تروح لفكره العمل التطوعي؟ والله هو كان من خلال مشاركه في قافله طبيه مع استاذنا وزي ما بنلقب حضرته كده يعني قائد مسيره الخير والتنميه في مصر وضيف حضرتك الاستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسه صناع الخير. البدايه ان كانت قافله في القريه اللي انا منها ودعونا للمشاركه، كانت قافله طبيه في احدى مبادرات المؤسسه، كانت مبادره عينيك في عينينا للكشف على مسببات العمى. للامانه لما شاركنا في القافله وشفنا الجديه اللي حصلت، نزلوا المستشفى على اعلى مستوى، كشفوا على اهالي القريه عندنا، اللي محتاج ادويه صرفها في القافله، اللي محتاج نظاره اسبوع واتسلم الاستلام نظارته، بعدها باسبوع تواصلوا معانا بعتوا لنا اكسل في حوالي 250 حاله عمليات متنوعه ما بين ميه بيضاء وزفرة وزرع قرنيه، ليه نتيجه جديه يعني ما كناش يعني متوقعين ان المبادره بالشكل ده. فمن هنا كانت الانطلاقه للامانه يعني، وكانت فرصه ممتازه بالنسبه لي انا وبعض اصدقائي. عظيم. اكيد.
كل الشكر ليك محمود على المجهود الكبير اللي انتوا بتعملوه. معانا على التليفون عمر اسلان، متطوع عمل خيري بالاقصر. اهلا وسهلا بيك يا عمر، صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح النور. يا عمر، ايه اللي خلاك تنضم للعمل التطوعي وللعمل الخيري بقى كمان بصفه عامه، خصوصا ان احنا عندنا شايفين مؤخرا في مشروعات كتير خدميه وتنمويه؟ اولا انا حابب اعبر عن شكري وامتناني اللي دخلت مع حضراتكم النهارده. اهلا بيك. في ظل اليوم العالمي للعمل الخيري، تمام، قد يكون ده نيابه عن الاف او مئات الالاف من المتطوعين اللي شغالين في العمل الخيري داخل القطر المصري. وجودنا بقى في موضوع العمل الخيري، اولا العمل الخيري عمل لازم يكون بيتم من داخل القلب، يعني ما ينفعش حد يشتغل في العمل الخيري وهو مش حابب يشتغل في العمل الخيري. احنا بنقدر طبعا حاليا نشوف دور الشباب في جميع قطاعات العمل الخيري شغالين. كل الشباب اللي موجود حاليا في العمل الخيري كان موجود نتيجة وجوده في مكان معين، في نشاط معين، في نشاط عمل مجتمعي معين، تمام، هو اللي وصل من خلاله انه يحب المجال ده او يشتغل في مجال العمل التطوعي. طيب ده عظيم جدا. عايز اعرف منك عدد المشروعات اللي تمت او طبيعه المشروعات اللي تمت عندكم في المحافظه. احنا في ظل طبعا التحالف الوطني وظل مؤسسه صناع الخير، احنا عندنا مشروعات كثيره وعندنا محاور تنميه مختلفه. زي محور التمكين الاقتصادي مثلا، الاسر الاولى بالرعايه اللي احنا بنتكلم من خلال مثلا مبادره اطلقتها مؤسسه صناع الخير زي مبادره مراكب الرزق. اللي قدرنا من خلالها ان احنا نوفر مئات المراكب لصغار الصيادين اللي موجودين عندنا في قطاع جنوب الصعيد. عظيم. دي اللي كنا الاستدلال الاساسي لنا ان الحاله تكون صياد، رفعنا كفاءه الصياد نفسه في المرتبه الاولى. قمنا برفع كفاءة أو استبدال المراكب صيد بمراكب صيد حديثة مجهزة فيها الأدوات اللازمة لعملية الصيد من غزل ومطور وخلافه. ده كله أسهم في حياة الصيادين أو صغار الصيادين، إن حد ما كانش عنده حاجة خالص، ما فيش دخل ثابت، أصبح ليه دخل ثابت. ومن خلال المتابعة المستمرة للمبادرة قدرنا ان احنا نطور من الموضوع ونجيب مواتير ونجيب وخلاف ونشوف الحالات محتاجة ايه. اما على مستوى التمكين الاجتماعي طبعا فاكثر من اذا كانت صناديق الحماية الاجتماعية اللي احنا بنقدر نوزعها على الحالات الاولى بالرعاية. عندنا برضو الحمد لله في أسوان، في محافظة أسوان الحمد لله افتتحنا حديثا مركز استدامة، مبادرة اللي أطلقتها صناع الخير. مركز استدامة بيخدم الكثير من الأسر الأولى بالرعاية، بيحافظ على التراث اللي بتمتاز به القرى النوبية عندنا في أسوان. ده برضو كان دافع رئيسي للشغل على الأرض في وجود التحالف الوطني في العمل الأهلي التنموي من خلال مؤسسة صناع الخير. يعني طب خلينا نشوف انت اشتغلت بإيدك في ايه. يعني احنا عارفين ان العمل التطوعي بيبقى تحت مظلة كبيرة، بيبقى فيه بقى عمل تنموي وكمان عمل خيري وفي حاجات تانية كتير. اكتر حاجة اشتغلت بيها بإيدك في العمل الخيري ايه بقى؟ مد وصلات ميه، بيوت قايله للسقوط صلحتوها، متطوعين في اعمال خيريه لها علاقه بعلاج مرضى، قول لي عملتوا ايه يا عمر؟ احنا الحمد لله قدرنا نساهم في كل القطاعات المختلفه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي حضرتك. ساهمنا في الرصد الميداني للحالات بدايه من مبدا الرصد الميداني لاختيار القرى الاولى اختار القرى الاولى بالرعايه. نعم. في مشاركه مجتمعيه، في ابتدينا طبعا رفع كفاءه الجمعيات القاعديه اللي احنا بنعتمد عليها اعتماد اساسي في موضوع رصد الحالات. برضو يعني قد يكون همينا بمشاركه الشباب من داخل القرى نفسهم عشان خاطر ما يبقاش
الاعتماد الكلي على شباب جاي من برا او شباب القرى. صحيح، مش اولا محتاجين ان هو يشارك، وفي نفس الوقت هو مش هيكون لو جبنا حد من برا مش هيكون فاهم طبيعه المحافظه. احنا بنشكرك طبعا يا عمر. الاعتماد كان اعتماد اساسي ورئيسي على الـ على الـ على الشباب اللي موجودين داخل القرى. عظيم، شكرا جزيلا ليك يا عمر. اللبنة الأساسية لاستمرار الموضوع، لأن أنت حتى لو جيت من برا اشتغلت مشروع اشتغلت اثنين أكيد مش هتقدر توفر نفسك وجهدك لكل الوقت. صحيح، ومش هتقدر تشتغل في كل المحافظات طبعا بكل تأكيد. بس الأمل في شباب القرى، في شباب المحافظات المختلفة. احنا بنتحرك كقطاع جنوب، بنتحرك في أكثر من 4-5 محافظات، بنتحرك في قرى مختلفة كل يوم بشكل مختلف كل يوم. ربنا يوفقك يا عمر انت وكل الشباب اللي طبعا بيقوموا بعمل خيري تطوعي. شكرا جزيلا عمر رسلان متطوع للعمل الخيري من محافظة الأقصر. استاذ مصطفى، في قاسم مشترك وهو ان احنا بنركز على المحافظات في ناحية التمكين الاقتصادي. صحيح. صحيح. بما تمتاز به هذه المحافظة. شفنا في الأقصر مراكب صيد بما ان في صيادين هناك، شفنا في الفيوم مصانع للسجاد واعاده تاهيل للقائمين على هذه الصناعه وتدريبهم عشان يبقوا اسر منتجه، وفي نفس الوقت الاستعانه الجانب الاخر هو الاستعانه بالشباب من اهالي هذه المحافظات لان هم ادرى ناس. صحيح. بمشاكل هم يحتاجوا المواطنين فيها. خليني اقول اضيف على كلام حضرتك، يمكن بوجه الشكر لمحمود الحجر وعمر اسلان، هم نماذج من الشباب الالاف اللي موجودين وبيشتغلوا وبيساعدوا، لكن كوادر حقيقيه بتربي كمان اجيال من المتطوعين معاهم. والحقيقه انتشارهم سواء محمود في شمال الصعيد وهو ما شاء الله اللي بيقود المجموعه من فريق العمل التنموي اللي بيدار داخل الفيوم وبني سويف والجيزه، عمر في الاقصر واسوان وقنا والوادي الجديد، الكوادر الشبابيه ديت وانتمائهم وحبهم لفكره العمل الاهلي والعمل التطوعي بشكل عام بيخليهم كمان بيشتغلوا من قلبهم وبيخليهم شايفين أهل بلدهم هم أدرى بكل تفصيلة داخل البلد داخل المحافظة. شايفين زي ما حضرتك بتقول للصيادين في الأقصر وقنا وأسوان محتاجين إيه، في دعم وتجديد وإحلال مراكبهم وأدوات صيد حديثة وثلاجات لحفظ الأسماك وتسويق المنتج بشكل مباشر، مصانع السجاد أو مراكز استدامة اللي بتحصل في شمال الصعيد أو في وجه بحري كمان عندنا فريق ما شاء الله من المتطوعين والعاملين في هذا المجال داخل القطاع البحري. بنقدر نشوف كل محافظة متميزة بحرفة أو نشاط اقتصادي معين بنبدأ نعمل على تطويره وعلى دعمه، بنتحرك على خطة للتسويق وخطة لترويج هذه المنتجات بعد إنتاجهم، تصدير المنتج للخارج ده شيء بالنسبة لنا مهم جدا دلوقتي داخل التحالف الوطني. التحالف كمان إن شاء الله بيعمل على فرصة كبيرة جدا لتدريب 100,000 شاب من المتطوعين على مشروعات ريادة الأعمال إن شاء الله هيطلق في أول أكتوبر القادم. بنستهدف حملات طبية كبيرة جدا للتوعية مثلا بأمراض زي سرطان عنق الرحم، ده دور المتطوعين اللي هيشتغلوا عليه وده يمكن أول مرض أو نوع من السرطان في العالم بيكتشف له فاكسين أو مصل بيتم التطعيم به. الحمد لله التحالف الوطني من خلال صناع الخير و أندية الروتري وبعض الشركاء الآخرين إن شاء الله هينضموا لينا، هنبدأ نطعم أول 30,000 من الفتيات ونعمل رفع وعي لأن ده بيقضي على هذا المرض اللعين، يمكن من أهم الأمراض أو من أخطر أنواع السرطانات اللي بيصيب المرأة أو أيضا بيصيب الذكور، إن احنا نبدأ نخلق نوع من التوعية. ده نوع مهم جدا من الوقاية وخلق الفرص للتوعية من كثير من الأمراض، زي ما كنت ممكن لسه بقول لحضراتكم دلوقتي ان الخدمات اللي تقدم الطبية من التحالف او البحث العلمي اللي بيدار داخل المستشفيات التحالف ده شيء سواء في اسوان او الاقصر او حتى في المستشفيات داخل القاهرة، ده شيء بيرفع الحقيقة قدر كبير جدا من دور المجتمع المدني وتأثيره. فده الحقيقة اللي احنا بنستهدفه ان شاء الله الفترة اللي جاية بكثير من المبادرات يمكن بتطلق بشكل شهري من اعضاء التحالف الوطني. زي يمكن انا يمكن نسيتها في البدايه مبادره ازرع. مبادره ازرع النهارده تستهدف اكتر من 1,000,000 فدان، كنا بنقيم 300,000 فدان. فالحقيقه مشروعات كمان استراتيجيه زي القمح ويمكن كثير من المنتجات الاخرى بتحتاجها الدوله المصريه، فده شيء يمكن كل دور الجمعيات داخل التحالف ان هم بيشاركوا الهيئه القبطيه الانجليه في هذه المبادره العظيمه. بنشتغل على مشروعات تحتاجها الدوله بشكل مباشر. أكيد هنرجع نكمل تاني كلامنا مع حضرتك. مشاهدينا خلينا نتوقف لفاصل ونرجع نستكمل باقي حلقات.
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع مبادرة حياة كريمة بيشتغلوا طول الوقت على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتركيز على تلبية احتياجات المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجاً وتقديم كافة المساعدات من خلال الأعمال الخيرية اللي بتتبناها حياة كريمة والتحالف الوطني. وفي الحقيقة حياة كريمة والتحالف الوطني بيستهدفوا تحقيق هدف العدالة المكانية من خلال التعامل مع الفجوة التنموية الجغرافية زي ريف الوجه القبلي وريف الوجه البحري. ولو جينا بصينا لمبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني هتلاقيهم بيمثلوا شريان لحياة أهالي المحافظات الأكثر احتياجاً وكمان الصعيد من خلال منحهم شكل جديد لمجتمعاتهم المحلية وتلبية تطلعاتهم المعيشية من الأعمال الخيرية اللي بيقدموها. وهنلاقي كمان الأعمال الخيرية دي ليها دور كبير في سد الفجوات التنموية بين المحافظات والمدن، ده غير إنهم بيحرروا المواطنين من العوز والاحتياج من خلال المساعدات المستمرة طول الوقت لأهالينا في كافة المحافظات والمناطق. كمان مشروعات وجهود مبادرة حياة كريمة في أعمال الخير بتمثل نقطة ارتكاز مهمة لتحقيق مستهدفات الدولة في الارتقاء بمعيشة الأهالي والامتداد للمناطق المحرومة والنائية بالخدمات والرعاية اللازمة، وده كله الهدف منه عمل نقلة حقيقية في توفير كل الخدمات الخيرية اللي بيطمح ليها المواطن المصري ودعم المواطن من خلال توفير فرص العمل للشباب وتحفيز الاستثمار وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والتوسع في خدمات التدريب المهني. احنا رجعنا تاني ولسه بنكمل كلامنا مع الاستاذ مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. خلينا نرجع تاني نتكلم عن العمل الخيري بما اننا في يوم العمل الخيري. الوضع قعدنا فتره بنتكلم فقط عن العمل التنموي وان هو ده هيبقى بديل كبير جدا وقد يغنينا في فتره من الفترات عن ان احنا نعمل عمل خيري بس، ولكن ما زال احنا محتاجين نقدم مساعدات فوريه لاهالينا في المناطق المختلفه لان احنا محتاجين الحاجات اللي بتساعدنا على المعيشه اليوميه الى ان تاتي المشروعات التنمويه اللي بنعملها مع اهالينا وندربهم من جديد ونعيد صياغه مهاراتهم. بنتيجتها بنعمل ايه بقى دلوقتي في الحاجات اللي زي دي؟ بنقدم مواد غذائيه مثلا؟ خليني اقول لحضرتك، هو الفكره ان عشان يستدام العمل الخيري ده لازم يكون في تنميه حقيقيه طبعا، وده يمكن مربوطين الاثنين ببعض وبيبقى بطريق مكمل وتشاركي زي ما كنت بقول يمكن من شويه. لكن فكره العمل الخيري ما هيش فكره الاحسان فقط او فكره اعطاء لصناديق المواد الغذائيه او العمل في المواسم، موسم شهر رمضان او في الاضاحي يتم توزيع اللحوم. الموضوع بدا يتطور، ويمكن هقول لحضراتكم على خير مثال لذلك، احنا يمكن في عيد الاضحى بيبقى عندنا اكثر الاف من الاطنان من اللحوم بيتم ذبحها سواء داخل مصر او خارج مصر في بعض الدول اللي يمكن فيها وفره من الاضاحي او العجول اللي بيتم الذبح ليها بالطريقه يمكن الشرعيه في خلال ايام التشريق، لكن بيبدا يتم حفظها على مدار شهر في هذه الدول ويتم وصولها الى مصر، حفظ ايضا في ثلاجات وتوزع على مدار العام. يمكن كنت لسه بقول لحضرتك قبل الفاصل ان مثلا على سبيل المثال بنك الطعام بيوزع مواد غذائيه بشكل شهري لاسر مستحقه من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه، ايضا باقي المؤسسات مصر الخير وصناع الخير وخلافه من هذه الجمعيات فيها لحوم من دي بالظبط. فانت حكيت النهارده العمل الخيري عشان برضه تطوير الفكر المؤسسي وحوكمه هذه الاموال قادر تضاعف هذه الجهود وقادر تنظم حفظ هذه التبرعات على مدار العام 12 شهر مش كلها من وزنها لاماكن ما كانتش بتوصل لها بالزبط. يعني مش بس لا، واحنا كنا الاول لما بندور على عمليه الذبح حضرتك بتلاقي ان ممكن كل عمليه الذبح ممكن تكون داخل نطاق الحضر او في المدن بشكل اكبر، وكل اللي بيتم التوزيع عليهم هم مجموعة من الأسر داخل شارع واحد أو حي واحد وباقي الأسر غير مستفيدة من هذه الحزم أو الإجراءات التحفيزية أو الدعم المباشر الاجتماعي. فقدرنا النهاردة نوظف هذه الأمور، يكون قواعد بيانات تم تنقيتها ومراجعتها بشكل دقيق، قادرين كمان نشتغل على مثلا شنط المواد الشنط الدراسية للأطفال الغير قادرين، دفع المصروفات الدراسية، منح دعم للطلاب المتفوقين في الجامعات والمدارس
وده الحقيقه الحمد لله. يمكن دلوقتي لسه اعلنا عن 500 منحه، 250 منحه للطلاب اللي طالعين سنه ثانيه في الجامعات التكنولوجيه، و250 للطلاب سنه اولى في الجامعات التكنولوجيه. وده يمكن شيء مهم جدا في الفتره اللي جايه، ان كمان المجتمع المدني يدعم التعليم الفني سواء ما قبل الجامعة او بعد دخولهم الجامعه. مصر في اشد الاحتياج للطلبه او الخريجين التقنيين من هذه الجامعات. كمان عندنا جزء مهم جدا من الاعضاء داخل التحالف ان بدا يتم العمل على جزئيه البحث العلمي، وده بنطور فكره مفهوم العمل الخيري بقى من فكره الاحسان الى فكره ان يكون عند حضرتك عظيم ورقه بحثيه علميه مرموقه مسجله في كثير من الجامعات خارج مصر، قادرين نستفيد من هذه الابحاث على ارض الواقع ونطور كثير من مشروعاتنا الصناعيه مع مبادره ابدا وكثير من المبادرات او من خلال مؤسسه حياه كريمه اللي يمكن بيطرحوا هذه المبادرات بشكل مكثف بشكل يومي. عظيم. احنا لسه عايزين نتكلم طبعا معاك عن جزئيه مهمه جدا وهي التعاون مع المؤسسات الرسميه للدوله، وفي نفس الوقت زياده عدد الجمعيات الخيريه اللي ممكن تدخل ضمن التحالف، ازاي هيتم التعاون معاها. لكن عايزين نتكلم اكتر عن القانون اللي صدق عليه فخامه الرئيس بالامس. معانا على التليفون الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه. دكتور طلعت صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى ضيوفك وعلى ضيوفك العزيز الاستاذ مصطفى والضيوف العزيز. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك اهميه هذا القانون، قانون التحالف. وطبعا اهميه قانون التحالف، يمكن التحالف يعني اما تم توقيع ميثاق تعاون بين 24 جمعيه والاتحاد العام للجمعيات الاهليه، واشتغلوا على ارض الواقع لمده سنه او اكثر من سنه، واستطاعوا ان هم يعني يوفروا اكثر من 12 مليار جنيه للاسر الاكثر احتياجا في صور مختلفه، صور غذائيه، صحيه، تعليميه وغيرها. وبعد ما طبعا التحالف اصبح كيان موجود والمواطنين كلهم حسوا بيه، اصبح من الاهميه والمكان ان يقنن وضع التحالف. فمن هنا جاء يعني النائب طارق رضوان واكثر من 60 من عضو البرلمان قدموا مشروع قانون تحت عنوان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. ويمكن احنا شاركنا كلنا في صياغه مشروع قانون، والقانون يمكن له اهداف محدده او اهداف ساميه، انه التحالف كيان له شخصيه اعتباريه، يعني له استقلاليه ماليه وفنيه واداريه، وانه يعني بياخد رعايه وعنايه من فخامه رئيس الجمهوريه، وان التحالف ده بيبقى له هدفه ان احنا بنعمق فكره التطوع، بنساعد في المشروعات التنمويه، المشروعات الخدميه، ايضا المؤتمرات التوعويه، تغيير المفاهيم، يعني فكر مستنير. التحالف في الانضمام دي بيبقى اختياري، وايضا الانسحاب منه اختياري لاي جمعيه او مؤسسه او شخصيه طوعيه او شخصيه اعتباريه، شخصيه اعتباريه خاصه او شخصيه اعتباريه عامه. موارد التحالف ايضا من يعني شراكات اعضاء والتبرعات وما تخصصه الدوله من جزء من ميزانياتها. التحالف ايضا بياخد مزايا لا تقل مزايا عن اي جمعيه او مؤسسه اهليه. التحالف بيبقى بيدار باسلوب ديمقراطي، بيبقى له مجلس عملاء، الاول في لجنه هتشكلها بخمسه رئيس، لجنه مؤقته بتبدا تتلقى طلبات الراغبين في الانضمام لقضيه التحالف، بتشكل جمعيه عامه. الجمعيه العامه دي تنتخب مجلس عملاء، مجلس عملاء دي 21 عضو من تقديم اربعه يعينهم رئيس الجمهوريه، رئيس ونائب رئيس وامين صندوق. التحالف فيه امانه فنيه. التحالف طبعا ده اصبح النهارده كيان موجود وكيان قوي، فتخطيط وضعه قد غايه في الاهميه، لان التحالف طبعا له ايرادات وله مصروفات، وكان لابد ان يكون له حسابات في البنوك، وكان لابد ان يكون له وضع قانوني. التحالف طبعا يمكن النهارده وصل عدد من الاعضاء اللي هم بيعملوا من خلاله 34 جمعيه ومؤسسه اهليه مع الاتحاد العام للجمعيات الشهريه. طبعا هناك يعني التحالف ممكن يكون له فروع في اي محافظه من محافظات المحافظات، بل اكثر من ذلك، وده كان اقتراح مننا، ان ممكن يكون يمتد نشاطه خارج مصر من خلال اماكن خارج الجمهوريه العربيه سواء دول افريقيه او عربيه وغيرها، وده بيكون بموافقه رئيس الجمهوريه بناء على عرض رئيس مجلس الامناء. يعني التحالف النهارده كيان قوي جدا، وكيان بقى موجود في الشارع واصبح في امس الحاجه الدوله دي. وطبعا ده زي ما اتقال وكنت متابع مع حضراتكم مع الاخ مصطفى، في تنسيق وفي تعاون وفي تكامل، يعني التحالف يمتاز
أنه في كل الأطياف المجتمع المدني بخبراتها بتخصصاتها يعني، والكل يعمل من خلال منظومة واحدة. يعني التحالف إن شاء الله هيكون، وهو طبعا يمكن الفترة اللي التحالف ظهر فيها وهي الأزمات اللي الدولة تمر بيها وتمر بيها، التحالف كان له يعني دور محترم جدا في أكثر من مبادرة زي مبادرة إزرع، أيضا يعني اتش اللي هو التحالف أيضا له يعني يعني أكد على مفهوم جديد وهو مفهوم متطوع. النهارده في أكثر من 1000 متطوع من الشباب من الكويتيين، ودي برضه إعلانات نايلة. يعني أنا بقول فعلا يعني قام رئيس بالأمس على قانون التحالف، لأجل حاجة من نقلة كبيرة جدا، والعمل الأهلي والعمل الاجتماعي هيشهد طفرة غير مسبوقة. وزي ما قلت دلوقتي مش مختلف المتغيرات ناخد، ولكن الأمر هيبقى أقبل بشكل كبير، هيبقى موضوع التنمية. التحالف برضه 600,000 أسرة لبرنامج تكافل الكرامة بتكلفة أكثر من 2.2 مليار جنيه. كل دي إنجازات تمت على أرض الواقع. التحالف يعني يعني ما بقاش يعني هو أصبح بقى مطلب موجود، وتقنين وضعه بقى شيء محترم جدا، وتصديق خطاب الرئيس ده حاجة جيدة جدا، وده امتداد لدعم الرئيس للمجتمع المدني اللي بدأ من وقوفه مع الجمعيات الأهلية في تعديل قانون شرعين 2017 وإطلاق عام 2022 عام منظمة المجتمع المدني. كل دي طبعا إنجازات، والمجتمع المدني شريك مهم جدا. طبعا كل الشكر ليك الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، شكرا جزيلا لحضرتك. لما نيجي نلخص العمل الخيري اللي طبعا تحت مظلة العمل التطوعي التنموي الكبير اللي بيحصل في آخر فترة، احنا نقدر نقولها نقول ايه؟ خليني يمكن ألخص ده لحضرتك، ان احنا دلوقتي بقى عصر مهم جدا للمجتمع الأهلي والمجتمع المدني، أنا بسميه العصر الذهبي، يمكن عشان بقى فيه اهتمام من رأس القيادة السياسية يمكن في الدولة، الاهتمام كبير جدا وبالغ الأهمية من الحكومة المصرية بشكل مباشر تذليل كافة العقبات. فبعد كمان يمكن تخصيص عام 22 لعام المجتمع المدني، ويمكن حصول على أهم امتياز حصل للجمعيات الأهلية، ويمكن خروج التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهذا الإطار وبهذا القرار اللي طلع من السيد الرئيس وبعد موافقة مجلس النواب، ده يمكن كلها يعني نجاحات كبيرة جدا متتالية لجهود المجتمع المدني المصري. المجتمع الخيري والمجتمع الأهلي الحقيقة عمل طفرة كبيرة جدا، سواء في القطاع الطبي أو القطاع التنموي أو القطاع التطوعي بشكل مهم. يمكن زي ما كان الدكتور طلعت عبد القوي بيتكلم دلوقتي، كمان دور مهم جدا للاتحاد العام للجامعات الاهليه وتشارك مع كافه الجامعات على مستوى الجمهوريه. فالخروج هذا الاطار بالشكل القانوني بيدينا ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني دفعه كبيره جدا ان احنا ننفذ استراتيجيه يتم الاتفاق عليها يمكن للتطوير والتنميه داخل الريف المصري في اطار المبادره الرئاسيه حياه كريمه، اللي يمكن كانت اعظم مبادره خرجت من رحم هذا العمل الخيري والتنموي، ان اتبلورت في شكل رئاسي ومبادره رئاسيه ومشروع قومي بيتم تطوير فيه الريف المصري اللي احنا قعدنا عشرات السنين مش قادرين نكفي كافه احتياجاتهم الاساسيه سواء بنيه اساسيه او بنيه تحتيه. ان شاء الله متوقع الفتره اللي جايه يكون المجهودات مضاعفه، يكون في انضمام آلاف الشباب من الجامعات ومن المدارس إلى المجتمع المدني والجامعات الخيرية، عشان كمان نفيد كل الأسر الغير قادرة والأكثر احتياجا، ونقدر نطور ونحسن من جودة حياتهم. وده الشيء اللي احنا بنأمله إن شاء الله مع احتفالنا باليوم الدولي للعمل الخيري، اللي يمكن كان من أهم المميزات بتاعته فكرة الإحسان، بتتطور الفكرة من الإحسان ويمكن العطاء بشكل غير مؤسسي إلى شكل منظم وشكل فيه حوكمة لإدارة العمل الخيري في مصر ويمكن في كل الدول العربية، اللي بنأمل إن شاء الله إن يكون في تبادل خبرات ما بيننا وبين بعضنا إن شاء الله في الفترة القادمة بإذن الله. عظيم، ما فيش شك طبعا إنه دور كبير جدا قام بيه التحالف خلال الفترة اللي فاتت بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة لإيصال الدعم لمستحقيه. كنا الفترة من الفترات في بعض الأسر وبعض الأماكن بيتم توزيع فيها مساعدات بزيادة، وفي بعض الأماكن هي محرومة تماما من هذه المساعدات لأنه ما فيش قاعدة بيانات
واضحة بتؤكد أن هذه الأسر بالفعل أولى برعاية أو لا. لما بنتكلم عن التحالف أنه قام بدور كبير خلال الفترة اللي فاتت، الموضوع لم يقتصر فقط على تقديم المساعدات أيا كان نوع هذه المساعدات، لا، في طبعا قوافل طبية وقوافل علاجية، بالإضافة إلى جزء غاية في الأهمية هو التمكين الاقتصادي، دعم الأسر المنتجة، دعم الناس اللي عندها حرفة أو عندها صنعة، بنشجعهم أكتر وبندربهم عشان بالفعل يتحولوا إلى أسر منتجة، وبدل ما كانوا بيحصلوا على دعم فقط لا بيكونوا من الأسر المنتجة. وبالمناسبة كنا اتكلمنا قبل كده مع الأستاذ مصطفى زمزم أن هذه الأسر بتبادر للخروج من تحت هذه المظلة أن هم ياخدوا دعم مادي. بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا للأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا حضرتكم، شكرا جزيلا.